بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوان والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة غادي نتكلموا على آخر مستجدات القمة العربية المنتظر عقدها بالجزائر، وآخر مستجدات اللي كتجلى كلها في أهم نقطة اللي تم فرضها خلال اليومين القليلين الماضيين من طرف وزير الخارجية المغربي. هذه النقطة هي إدراج مسألة تسليح إيران للكيانات الإرهابية بالأسلحة وإيذاء المملكة المغربية ودول الخليج وكل الدول العربية. في الحقيقة يعني خلال الأيام اللي دازت والأسابيع كانت واحد المجموعة ديال المناورات كان كيديرها النظام العسكري الجزائري من أجل أنه يتهرب من القمة العربية في المواضيع الأساسية ديالها، ومن أجل فرض واحد الأجندة ديالو هي اللي خصها تكون بجدول الأعمال. يعني أنه كيف قلنا سابقا بأنه النظام العسكري الجزائري تعامل مع القمة كأداة باش يصرف فيها المواقف اللي هو باغي، وباش يفرض بها الأجندة اللي هو باغي، وباش يقوي بها المركز ديالو في الاتجاه ديالو الخاص، في حين أنه في القانون الدولي المركز ديال جامعة الدول العربية وهو أنها جامعة لكل الدول العربية، وضروري في جدول الأعمال ديالها ملي كتنعقد يا إما بصفة عادية أو لا استثنائية خاصها تكون الأمور اللي كتهم عندها واحد الطابع خاص كتهم الدول العربية. هذا الموقف ديال انه يا اما تكون شي حاجه مهمه او لا بلاش، هذا الموقف راه سبق للمغرب كان دارو في 2000 وتقريبا اخر قمه كان حضر لها الملك في 2007، وهذا الموقف دائما كيكرروا المغرب يا اما نحضروا لواحد القمه اللي بصح غادي تهضر على التحديات الحقيقيه او لا من الاحسن ما كاينلاش. اللي كان منتظر من طرف النظام الجزائري وهو أنه يزوق بها الوجه دياله، وكذلك كان ناوي يحضر الرئيس ديال سوريا بشار الأسد باسم المصالحة إلى غير ذلك، كما أنه كان ناوي يدوز تحالفات اللي هي كتشكل خطر على الأمن وعلى السلم، منها كان ناوي يدوز القضية ديال بشار الأسد وحزب الله، المسائل التهية للصق هذه مع فلسطين مع كذا إلى غير ذلك، ويفرض هو الحلفاء اللي عنده فيهم المصلحة. الحلفاء اللي عندهم المصلحة بالنسبة للنظام الجزائري فكيف كلكم كتعرفوها كنا الحليف استراتيجي اللي هو روسيا طبعا، ثم كنا الحليف اللي هو أخطر وهو كيف كتعرفوا كنا سوريا، كاين إيران، كاين حزب الله، كاين الشيعة، يعني هادو هما الحلفاء ديالو طبعا انفصاليين. إذن هنايا المغرب في الجلسة اللي كيحضروا لها وزراء الخارجية، لأن الجلسات ديال القمة العربية دائما وزراء الخارجية كيسبقوا الرؤساء ديالهم والأمراء والدول باش كيوجدوا واحد جدول الأعمال. قبل هذه الجلسة ديال وزراء الخارجية مجموعة من الدول الكبيرة اعتذرت، وكانت هذه أولى الضربات اللي هي متوجهة للقمة، وكان من شأنها أنها تعطيه درس أنه خاصو يفرض الأمور اللي كتهم العرب. فآخر المستجدات اللي كانت أولا بعد كينات واحد المجموعة ديال الأخطاء المتعمدة اللي كانت الدرس مع الوفد المغربي وبالضبط مع وزير الخارجية ديال المغرب ناصر بوريطة،
ناصر بوريطة كان تكلم على هاد الاستفزازات، وقال بأن هاد الاستفزازات إلا تعاودت وهاد الأخطاء البروتوكولية المتعمدة بأن راه من شأنها إفشال القمة. من الأخطاء المتعمدة والاستفزازات المتعمدة اللي دارت هو مثلا القضية ديال الخارطة ديال المغرب، كانوا نشروا الخريطة ديال المغرب ماشي بديك الطريقة كيف خصها تكون. كذلك من الاستفزازات أنه في الاستقبال ديالو ما كانش الموازين ديالو كيف ما هو متعارف عليه الدول، يعني وزير الخارجية الجزائري، وزير الخارجية الجزائري استقبل جميع وزراء الخارجية بالنسبة باستثناء وزير الخارجية المغربي، يعني هذه من الاستفزازات الثانية. كذلك الكتابة ديال المملكة المغربية اللي كانت منزلة قدام المكتب المخصص لوزير الخارجية ناصر بوريطة. المملكة المغربية راكم شفتوا كيف كتشوفوا، يعني كاينه شي مادة فوق منها، هذيك المادة حالت أنه في حالة تصوير وزير الخارجية المغربي أنه المملكة المغربية ما تكونش واضحة، بمعنى أنك حتى ولا صورتيه ما تعرفوش شكون. هذا بالنسبة للناس اللي ما كيعرفوش شكون، وحتى الناس اللي كيعرفوه ما كيعرفوش فين جالس، يعني أنه هذه من الأمور اللي هي مستفزة. من الأمور المستفزة أيضا أحد المواقع التابعة للنظام العسكري الجزائري بدا كيشن واحد الهجومات وحرب كلامية على ناصر بوريطة، وكينطق بشي كلام ماشي في الأدب وماشي من اللياقة وماشي من الدبلوماسية نهائيا. مثلا بأنه قال بأن على كلمة مثلا نشر الفوضى إلى غير ذلك، يعني كلام لا يستحق حتى مجرد الذكر. من الاستفزازات أيضا اللي سلكها النظام الجزائري ضد بوريطة أيضا، وهو أنه خلال الجلسة اللي كانت مقررة أنها في جدول الأعمال، ناصر بوريطة وهنا يا أكبر ربح ربحوا المغرب، وهو اللي غادي يكون الموضوع ديال هذه الحلقة. بوريطة كان طلب من وزير من رئيس الجلسة، قال له بأن راه يجب إدراج، قال له بأنه يجب إدراج الموضوع ديال تسليح إيران للكيانات الإرهابية بالأسلحة وإيداء المملكة المغربية والدول الخليج والدول العربية. هذه النقطة هذه ديال تسليح إيران خاصها تدرج في جدول الأعمال. فطبعا في الأول كيف رفض رمضان العمامرة، ثم من بعد ذكروا وزير الخارجية طبق القوانين، قالوا بأن ما عندكش الحق ترفض إدراج هذه النقطة، يا إما عرضها للتصويت وإما رخصك تقبلها. ثم تم التجاهل ديال الأمر هنا يا طبعا وزير الخارجية بوريطة، لأنه يعني أمور اللي هي جد مهمة، فهنا يقرر أنه يغادر المبنى، يغادر المبنى ديال فينكينا الاجتماع فقط، ومن موراه سربوا أخبار بأنه غادر الجزائر. يعني هنا واحد سلسلة ديال الاستفزازات، مع ذلك المغرب فرض هذه النقطة ديال جدول الأعمال. أرى ننتقلوا لهذه النقطة بالضبط أشنو وقع فيها. إذن رغم هذه الاستفزازات، وكيف كتعرفوا دائما في الميدان ديال الدبلوماسية كتعرفوا بأن وزراء الخارجية والسفراء والقناصل، وبالخصوص وزراء الخارجية والسفراء، التكوين ديالهم راه كيكون مخالف على التكوين ديال باقي الموظفين ديال الدول. انتم كتعرفوا بأنه السفير دائما كيتختار كيكون فيه واحد شروط التكوين واللغات والثقافة والسلوك الحسن إلى غير ذلك، ودائما السفير كيتميز برودة الدم، هذه كيكون معروف بها السفير. وزراء الخارجية لا، وزراء الخارجية بالإضافة للتكوين والمهام اللي كتكون فيهم والتجربة إلى غير ذلك، وزراء الخارجية دائما يتميزون بالحرص الشديد على تمثيل سيادة الدولة فيما مشاو. يعني السفير خلاص كيكون هو ممثل ديال الدولة ديالو في واحد البلد، التكوين ديالو كيفرض عليه أنه دائما كيلتزم التحفظ ودائما كيكون دم بارد إلى غير ذلك. ولكن وزير الخارجية التكوين ديالو كيفرض عليه أنه كيمثل الدولة وكيمثل السيادة ديال الدولة فيما كان. فالتكوين طبعا ديال ناصر بوريطة مشى لواحد المناسبة كيف كتعرفوا هي فيها واحد الحساسية كبيرة،
يعني الله يكون في عون يعني الضغوط اللي كانت وربما حتى حاليا هاد الضغوط هذه كاملة كتحاول ما أمكن تشتت الانتباه وكتصرف. مع ذلك كيف غادي نلاحظوا هنا في هذه النقطة اللي تفرضت في جامعة الدول العربية خلال اليومين الأخيرين من طرف ناصر بوريطة غادي تكون هي أكبر مكسب كتربحوا الجامعة العربية وبالضبط الدول العربية ودول الخليج بالإضافة للمغرب. فرغم هذه الاستفزازات إلى غير ذلك، الاستفزازات كانت قبل وصول وزير الخارجية وأثناء وصوله وطيلة المهام ديالو، ثم من بعد ما سال ذاك الاجتماع وغادر المبنى. رغم هذه الاستفزازات فكان المكسب الكبير هو أنه ربح إدراج تسليح إيران الميليشيات والتنظيمات الإرهابية بالصواريخ وبأسلحة. إذن هذا المكسب ديال إدراج إيران في هذه المناقشة، هذا كيف كتعرفوا ربما يكون حسب الضمن ديالي أنا ربما يعني واحد بزاف ديال احنا كنعرفوا بأن بزاف ديال الدول حاضرة ولا المغرب، ولكن المغرب فرضها اللي غادي يستفد منها أولا بعدها هو، ثانيا صالح الدول العربية كاملة ودول الخليج. إذا هذا المكسب هذا يحسب للمغرب. فكيف ما الدول العربية كيف شفنا بأنه المواقف ديالها مؤيدة في الأغلبية ديالها لصالح أو للأغلبية الساحقة لصالح الوحدة الترابية ديال المغرب سيرا على نهج الدول الأخرى مثلا الدول الأوروبية، فكذلك المغرب في القمة كان على واحد الموعد مع التاريخ، حتى هو قدم واحد الخدمة للكيانات القمة العربية والعموم العرب، هذه اللي بعد كينات كيستحقوها. ثانيا كتوازي الدور اللي كان عنده معروف على مدى التاريخ. إذا هاد القضية ديال إيران أنه نجح رغم المعارضات، وكانت واحد الحملة صحفية داخلية أنه الإعلام الجزائري راح شفنا بأنه متلف، وشفنا بأنه ما يمكن لا قواعد لياقة ولا دبلوماسية ولا تشي حاجة، فحتى الأخبار يعني شحيحة إلى غير ذلك. رغم ذلك هذه القضية تفرضت. إذن المغرب هنا يفرض القضية ديال إيران كخطر على الدول العربية. الفرض ديال إيران إلى لاحظته يعني هنا خص يكون واحد شوية ديال الإنصاف، الدور ديال المغرب اللي كيقوموا يعني على الساحة الدولية. الدور الإيراني يعني كم شفتوا بأنه حل خربت من دولة يعني من 2011، والبداية ديال التخريب ماشي حتى 2011 الربيع العربي. في 2011 انطلق جني الحصاد اللي كانت كتزرعوا إيران في الدول العربية والإسلامية منذ 70، يعني منذ الثورة الإيرانية في 1979، وبدأ الدور التخريبي ديالها في الربيع العربي وباقي خدام إلى يومنا هذا. غادي يجي المغرب في القمة اللي عانى بزاف الاستفزاز على غير ذلك، وغادي يفرضها أول مرة، يعني يستفد منها هو ويستفد منها عموم الدول. طبعا هاد الأثناء والساعات القليلة الماضية فراها يعني لبغينا نقوله الأنفاس تنقبض، لأنه الوضع استثنائي. يعني الدول العربية القمم العربية كلها اللي دار كاملة كانت تقريبا كانت فيها واحد شوية ديال السهولة إلا بغينا نقوله، أو كيكون تنبؤ أشنو غادي يكون، إلا هاد القمة هذه في واحد الوضع شديد الحساسية. العالم كله مرول، العالم كله كيتقلب، الأوضاع مضطربة، القمة كتنعقد في دولة، هذيك الدولة كتعاقد المغرب في الوحدة الترابية ديالو عقودا عقود، العاهل المغربي الخطاب ديالو دائما منسجم في جميع الخطابات اللي كيتكلم فيها مع النظام العسكري مع النظام الجزائري. الى درنا واحد الجرد غادي نلقاوها كلها كتمشي في واحد المنحى اخر، دائما خطابات كتحطم الجار، دائما تدعو الى الحوار، تدعو الى فتح الحدود، دائما فيها ضبط النفس، دائما تدعو للتفكير في المستقبل، دائما تدعو بانه الامور اللي هي قانونيه نخليوها للمنظمات الدوليه اللي مكلفه، ودائما كيدعو بان خص يكون تكامل ما بين الشعوب، وخص الثمر بزاف ديال القطاعات اللي من شانها انها خصها الثمر والخلاف انه يتفك يعني من بعد.
نرجعوا للموضوع ديال ايران. ايران المغرب تقريبا كيتعتبر من الدول اللي كتفهم مزيان الخطوره ديال ايران، يفهموها راه ماشي حتى البوليزاريو بداو كيفرعوا يعني كيهددوا لك عندنا طائرات مسيره درون. المغرب ديك الساعه عاد عرف قال بان راه كيجوا من ايران، اجوا نهضروا على ايران. ابدا، المغرب بمجرد قيام الثوره الايرانيه في 1979 كيف كتعقلوا، كان الحسن الثاني رحمه الله هو اول زعيم عربي واسلامي وقف ضد الخميني وتكلم على العقيده الشيعيه. كتعرفوا ديك الخطابات ديال الحسن الثاني الشهيره، يعني شوفوا ايران فين كانت الموقع ديالها وشوفوا الموقع ديال المغرب. مع ذلك المغرب كان من اول الدول اللي انتبه للخطوره ديال المد الشيعي، اولا بعدا من ناحيه ديال العقيده، ثانيا من ناحيه المعلومات والكم ديال المعلومات اللي كتكون عند الملوك، ثالثا بانه الحسن الثاني كان من ادرى الناس بانه الثوره الاسلاميه في ايران اختطفت الثوره ديال الشعب الايراني. بزاف الناس غالطين كيقول لك الثوره الاسلاميه في ايران قاموا بها المعممين والشيعة، وداك الغضب ديال عقود وقرون والى غير ذلك هو اللي فجروا الشعب الايراني. ابدا، النظام الحاكم حاليا في ايران نظام اول جريمه دارها اختطف الثوره وحرفها للمسار ديال المعممين. رجعوا قراو الثوره الايرانيه في 79، رجعوا قراوها وشوفوا القوى اللي ساندت وشوفوا كيفاش الامور نجحت وكيفاش تم اقصاء الباقي. اول جريمه دارتها ايران هي الثوره الاسلاميه، هي انها اختطفت الثوره من الايادي ديال جميع المكونات ديال الشعب الايراني. ثاني الجرائم انها قامت بتصفيه جميع القاده ورؤساء الحركات اللي شاركت هي بيدها في الثوره. ثم بعد ارك الجرائم الاخرى، الجريمه الثالثه بانه ايران كانت اهم مخرب للعراق، وهي اللي شنت عليه حرب، وهي اللي استنزفت القوه ديال العراق طيله ديك المده ديال 10 سنوات. وايران اول واحد استفد من التخريب والتدمير ديال عاصمه العباسيين بغداد هي ايران. ثم في الربيع العربي ايران راكم شفتوا شنو خربات، اكبر مخرب لسوريا، اكبر مخرب اليمن، وحاليا راه خاشيه يديها في دول اخرى مثلا ليبيا. كما انها كتحاول، ماشي غير كتحاول، ايران اكبر متاجر بالقضيه الفلسطينيه، اكبر متاجر بالقضيه الفلسطينيه هو النظام الايراني. حزب الله اكبر متاجر بالقضيه الفلسطينيه، راه حنا شفنا شنو الدعايه اللي كان دار بالدفاع ديالو على القضيه الفلسطينيه، في حين ان عدد الصواريخ اللي كبها على الشعب السوري وعدد المجازر اللي رصدها في حق الشعب السوري يفوق وبكثير من عدد الانفس اللي ادى من جهات اخرى. هذا النظام ديال حزب الله. النظام ديال الحوثيين، الحوثيين راه العقيده ديالهم الزيديه، والزيدية للإنصاف من أقرب الفرق الشيعة للسنة والجماعة. هذا الكيان هذا بسبب ديال النظام الإيراني، النظام الإيراني دفع به الواحد، دفع به لجهنم في الأخر، جبر راسه الآخر بأنه راهنة ديال النظام العسكري بديال النظام الإيراني. إذا إيران أكبر مخرب للدول العربية والدول الإسلامية. خصكم تعرفوا الأخوات نظام الثورة الإيرانية كيفاش تصايبت. الخميني تصايب في فرنسا عن طريق هادشي اللي كنقولو، ماشي حقدان، بالعكس أنا في التكوين ديالي أنا بيدي كنت كنعتبر بأنه إيران في ديك السنوات لا ولاد الشباب وديك العقل كان باقي صغير والمعلومات قليلة إلى غير ذلك، يعني كنت انا كنعتبر بانه الثوره الايرانيه انها تكون عندك واحد الدوله كتحامي على الاسلام، وكانوا ديك الساعات كيلعبوا مازال بالقدس وكانوا بزاف ديال الحوايج وكنا نعتقد. ولكن اللي ما فاقش بالدور الايراني من مور الاحداث ديال الربيع العربي فوكاش غادي يفيق، واللي ما فاقش بالدور الخطير ديال ايران حاليا اشنو كدير فوكاش امتى يفيق. وفيما شي واحد دارس او لا مهتم
كينبه الخطر الإيراني، كيجي واحد وكيعرض له الشيعة وكيبدا يقول له كذلك حق إدريس الأكبر البيت إلى غير ذلك، وكينجؤوا التلفيق والتدليس والتلبيس، وكيستغلوا اسم الشيعة للطلقات نظيفة في أول شيء في علي كرم الله وجهه، كيستغلوا هذيك السمية لأول مرة طلقات على شيء كان نظيفا باش يبروا بها هاد المجازر، وباش يبروا بها هاد التخريب المتعمد اللي كنشوفوه دابا. إذن المغرب من أوائل الدول، وربما هو أول دولة في العالم العربي وفي العالم الإسلامي في 79 كان على علم بالدور الخطير اللي غادي تعطى الإيران في يعني في المستقبل، وبالفعل تنبؤات كلها صدقة صحيحة. إيران تم دعمها وراه الدور الفرنسي أساسي، إيران تم دعم الثورة أو بالأحرى تم دعم المعممين من أجل اختطاف الثورة باش يسخروها لتدمير العالم العربي والعالم الإسلامي خصوصا السنة والجماعة. الوظيفة ديال إيران، أما هاد الشيء ديال صيفة الدرون سلح بهاد المجرم أعطي لهاد المجرم دير لهادي، هادي راها آخر ما كدير إيران. إيران راه بالأدوار كتسلك العقيدة القوة ديال الإنسان المسلم، العقيدة تخربه إيران. على كل حال أنا هنا ماشي في المعرض مثلا باش نعطيكم مثلا محاضرة على الدور الإيراني، راه كاين فيديوهات آخرين كنت تكلمت فيهم على إيران، وكاين كذلك كيمكن الإنسان يلجأ للبحث. أنا شنو الهدف ديالي من مور هذا الشيء؟ الهدف ديالي هو أنه الإنسان خصو يسجل، يعني خصو يسجل بأنه المغرب من أوائل الدول اللي دائما كتنبأ بالأحداث قبل وقوعها، وكيديروا دائما الحساب ديالهم قبل من هاد الدول. انا ما غاديش نقول لكم انا الدول العربيه حاليا اللي كاينه دابا علاش قصرات، احتاجها المغرب في 2022 وفي القمه وفي الجزائر وفي البلاصه اللي كتشجع الخصوم ديالو عاد وقف ست. يعني لكن انا الهم انه كنشير بانه واحد المنعطف تاريخي واستثنائي. كيفاش انك في بلد هو بيد بلد على كل حال يعني قيدة يعني كيتاكل ودود، يعني على كل حال دابا الظروف ديال القمة العربية غادي تنعقد غدا، يعني كيفاش انك في واحد البلد اللي هو خصم ديالك، يعني انك كتجي في ديك الدول وكيعي عليك بالاستفزازات وكيستفزك في الوحدة الترابية ديالك، هاد الدولة اعترفت، هذا جرت، هذه فعلت، هذه تركت، هذه كذا، هذه كذا، ودائما يبدر الفلوس في الاتحاد الافريقي ويبدر الفلوس في الخارج في, في, في الامم المتحدة الى غير ذلك. مع ذلك انك كتستطع في العاصمة ديال داك البلد انك كتجيب مكسب ليك ولغيرك. الدولة العظيمة كتبقى دائما دولة عظيمة، كدوز فترات ديال المرض او فترات وعكة الى غير ذلك، ولكن 100 سنة او 110 سنين او 120 سنة في عمر الدول الكبرى فانها لا شيء. اذا المغرب كيكمل الادوار ديالو التاريخية، وملي كيكمل الادوار ديالو التاريخية ماشي غير بالحماس والغناء والكلمات سبحان، ولكن احنا قاعدين كنشوفوها في ارض الواقع. شوفوا مثلا غير هذه السنة اللي فاتت شكون كان كيقول بانه راه بلجيكا وبأنه اسبانيا وبأنه كذا، وقريبا فرنسا هي غادي تنخرط في دعم الوحدة الترابية وغادي تكون هي أول المعترفين. كذلك على الساحة الواجهة العربية احنا كنشوفوا بأنه المغرب فرض على العرب أنهم يتحدوا على واحد الخطر اللي هو مشترك، واحد الخطر اللي كان هو اللولي كنتابه له كيف قلت لكم أنا في 1979. الآن كتجي 2022 والمغرب كينجح باش كيدير. أرى عاد حاليا نقولوا النتائج ديال هاد الشيء، النتائج ديال هاد الشيء هو أنه سيكون واحد سند قانوني من أجل تكوين تحالف ضد جميع الحركات الانفصالية في إفريقيا وكذلك في الدول العربية. قد يكون تحالف عربي وربما كاع يكون تحالف دولي. دابا غادي تقلع إيران أنها تدوز الدول العربية وتخرب، لأنه إيران اليد ديالها عند الأيادي باش كتدخل كمر في الدول العربية. الأولى التشجع وزواج المتعة ويا حسين انتقام الحسين إلى غير ذلك، وكيبقاو يصوروا
المسلمين ديالها بانهم اهل السنه والجماعه كلهم خاصهم يتقتلوا، هذه هي الاولى اللي كديرها ايران. ثانيا كيديروا التدريب والدعم اللوجستي الى غير ذلك، وكتعطي الاسلحه. اذا هاد من النتائج ديالها. كاينه مكاسب دبلوماسيه، كاينه بزاف ديال الحوايج، وهو انه البوليزاريو غادي يدخل للقاعه ديال الاحتضار. البوليزاريو غادي تقوم تدخل للقاعه ديال الاحتضار، وحتى في حاله ما الى وقعت شي حركه اللي كيقوم بها شي واحد كيتعرض للخناق، المغرب غادي يكون عنده دليل او سند اقوى من الناحيه القانونيه انه ديك المنطقه العازله خصو يدخلها، ان ديك المنطقه العازله يدخل ليها. فكنتمنى هذه المعلومات القليله اللي عطيتها لكم انها تكون زادت بعض الشيء وبعض المعلومات. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.